السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مشرع الباب طول الليل وقايل حق عناية يوم بيعديك الساعة 10:30 تعال وعني. وحين تدرون من متى واعي؟ ها سمعت جرجيع فوق؟ واعي من الساعة 9 ومبحلج عيوني طالع الباب أتريع عناية متى بيي يوعيني. ويوم الحين وصلت الساعة 10:30 الحين يعني الرقال. سمعوا التجرجيع هذا فوق الحين، هو فوق سمعوا التجرجيع الحين يعني الرقاد، ولا واعي من صباح الأخير؟ هاي حياتي يوم عندي موعد ولا شغل ولا شياته تلقطني واعي قبل الحشر بعشر. لو حد بيوعيني، لو حاط سنطور، لو قال حق أم محمد ولا زيد ولا عبيد لازم هالنمونه. ها وين يروح؟ طحت. انت ما ليش ما يقول بابا تعال قوم؟ بابا انت قوم بابا صرا صرا. هو يبي يوعي القطي يالس مركوز. انت قوم بابا انا مبح. اي والله مبحلج عيوني ويلس. اوكي. عاد الحين بين الرقاد. ان شاء الله بس انا موجود تحت. يلا ثانك يو عناية. قولوا لي الالوان الصارخه. الخضر والبوصي والبرتقالي والأورنج والأصفر هذا ما بغاوي في البيوت. البيوت يحطوا لها بس الألوان الفواتح. منو قال لكم الألوان الفواتح؟ لا والله الألوان الفواتح أبوي يعني الألوان العادية، يعني الألوان اللي ما فيها لفت انتباه. أنا أبوي أحب الألوان الصارخة اللي هالنمونة، أنا هاي الألوان اللي أحبها. البنفسجي احب الموف واحب الوردي واحب الاحمر. الابيض عادي ما اكرهه لكن عادي. الرصاصي بعد كذا الامثال، لكن يوم بيتدخل اللون الاخضر ويدخل وياه الرصاصي وبتدخل الاصفر وبدخل وياه العنابي، ها هذا عن قد يغاوي. تحس انك حي حي ويا الحيين، حي ويا الحيين يا جماعه الخير. ما بندخل البيج، مدخلين البيج، مدخلين الابيض، مدخلين الرصاصي، مدخلين كل شيء. تعبني الالوان المخلبصه، ما بجلس انا في مكان اسود رصاصي بني ما ادري كيف. شاء الله حادني، شاء الله حادني. لا والله دامي حي ابوي بجلس ويا الالوان الفنانه وبعيش ويا الناس الحيين وبجلس ويا المخلبص والبوصي والوردي والاصفر والعنابي. شاء الله حادني، شاء الله حادني. اجت العمري ابيض ابيض ابيض. الابيض ابوي لين يوم يبعثون بيتم تحضنني ولاوي علي طول الدهر في المقبره. لا تنبع من يموت شفني يحطونه شو غير الابيض؟ ابيض بيازم ابوي الابيض وياي لين تقوم القيامه. لاحج على الابيض، لاحجين على الابيض يا جماعه الخير، لاحجين على الابيض، لاحجين عليه. لا تستعيلوا، الدنيا ابيض وفي الاخر ابيض. ويوم يوم يبعثونه لانك ناش ابوي بشفنك ابيض ما يستوي ابوي. دامك حي البس انت المخلبص والملون ويلس ويا الملون ويلس ويا الالوان كلها. ولا حج ابوي خلاف، لا حج لا حج لا حج لا حج لا حج على الابيض الالوان المغندمه. لا حجين عليها. هو 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 ها شي شارات هالنمون والله ما حد يجلس مكان هالكثر فيه الوان. الا انا ما بمينونه يجلس مكان ما في الا بيض. ابيض هو ابيض ولا خاكي ولا بني. ان شاء الله حادني والله لموت قبل الموت. هذا ابوي ناس ابوي المويمين. انا ما احب التويم، أنا ما أحب التويم، أحب الألوان وأحب الزين. حافظ عليك يا أبو محمد، حافظ عليك. ما زينك ما زين ألوان، كل ما فيك زين يا أبو محمد، كل ما فيك زين. تبارك الرحمن على الله يحفظك. الألوان اللي أنت تدانيها يسمونها ألوان عنقاشية، برايني عنقاش وكل شيء يقولون برايك، ما عندي مشكلة. لكن أسوي بوي الشيء اللي يوزلي ألبس، الشيء اللي عيبني أكل، الشيء اللي نفسي تشتهي ما بنقولوا اللي بتشتهونه. أنا أجلس في المكان اللي فيه الديكور اللي يوزلي اللي عيبني، عيبني الألوان، لا تعيبني الالوان الفرايحيه. انا ما احب اللون المغندم، ما احب اللون اللي فيه تويمه، ما يحب اللون يجيب الكآبه يجيب الحزن. انا احب ابوي الفرح
وبجلس طول حياتي فرحان ومبسوط ومستانس، وإن شاء الله لين يوم يبعثون. واللي يبوي عيبه الخاكي والرصاصي والبني عليه بالعافية، عليه بالعافية. أما أنا هاي ألواني، هذه ألواني لين يوم يبعثون. ألوان الطيف ليه في الدنيا كلها هاي ألواني، يعني ما بودرها لين هذا منه. لا حجب وقلت لكم بتوشحه الأبيض، بياض ملحوقا عليه ملحوقا عليه، بيتم ملاونك طول حياتك لين تقوم ناقد صالح بعد سنة بعد 10 بعد 100 بعد 1000، العلم عند الله. لكن هذاك اللي بيتم لازم انك اللون الأبيض لاحج عليه. لكن الحين دامي حي أبا كل الألوان اللي في الدنيا ما عدا الأبيض. بعد السفرة والكندورة لو ما بيصلح شيء غير هنا أبيض، الناس كلها بتغير. لكن الحمد لله يشتاء ويازم لادمي كل يوم بشال لون غير، وكل يوم سفرة حمراء، وكل يوم بشال من جميع ألوان اللي موجودة في الكون. هي والله بعد الحمد لله نشتاء لوادم تلبس شالات ولا بياض. كنتوا أرضاء الناس غاية لا تدرك، أرضاء الناس غاية لا تدرك. ما بتروم أنت ترضي الدنيا كلها، ولا بتروم ترضي العالم كلها، ولا بتروم تمشي على شورهم وهواهم. سو أنت اللي يوزلك وخلي القرعة ترعى، سو اللي بيوزلك وخلي القرعة ترعى. ولا دامك أنت ما تمشي في المنقود وماشي في على رسلك وما يرضي الله، الحمد لله رب العالمين. هي ما ممنوع، ما نزل في قرار ممنوع اللون هذا ولا الاكل هذا ولا المديل هذا ولا يوم بيقولوا ممنوع اللي بعده بتمتنع عنه، ويوم ما بيقولوا ممنوع الناس ترى بويه مبسوطه وفرحانه بزيها ولونها وعيشتها واكلها وشربها. وين تسير وين تي يا اخوي؟ وين ساير؟ ساير طويل همباه، امشي واقطع لومي والحامض ما نباه. يا أخوي وين ساير؟ ساير طويل همباه، أمشي وقطع لومي والحامض ما نباه. وين سايرين طالت عماركم؟ سايرين العوير، العوير سايرين العوير طالت عماركم في لازم إن شاء الله. من نوصل بخبركم، أو بنخبركم شو الهدف من السيرة هذه وش لجل هالسير. صراحة سلام عليك. ليلك صح، هذا صلاح بن أحمد وهذا خالد بن أحمد وهذا خالد بن أحمد. يا سهل، أوه 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 خوزوا عنه، ما شاء الله عليك أبو محمد. قبل ما يقارب الأسبوع يينا دبي إذا تذكرون، وين سرنا؟ الأول يسمونها شبرة الخضرة، لكن حاليا لعظم وهول المكان وحجمه استوى مركز بيع الخضار والفواكه. نانح قبل أسبوع جينا وشفنا طريقة تخزين، أول شيء تنزيل وتخزين وفرز الخضروات والفواكه في شنتية منطقة سوق الخضار اللي في دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام. راويناكم كيف يتم، كيف تتم طريقة الفرز والتغليف والشحن. لوين الحين بنراويكم نحن وين سايرين. نحن طالت عماركم في سوق الخضار والفواكه. هذه الخضار والفواكه اللي تشوفونها كلها بخاخير مزرعة، ستورات، هنقرات، مزرعة اللي يتم فرزها وترتيبها وإرسالها إلى مطابخ الخير. مطابخ الخير يقومون بإعداد الوجبات ويب ويبته ويب ويبته. لم طالت عماركم فرز الخضروات والفواكه في سوق الخضار، يين الحين وين مطابخ الخير؟ انتو يا بنك الامارات للطعام هم اللي يستلمون الاشياء هذه ويدخلونها المطابخ، ويتمون واجد في معالي رؤوسهم لين يخلصون كل شيء وياخذون القسم المخصص اللي خاص فيهم ويوزعونه للجهات المستحقه. لما تشوف انت الحاويات وتريوس وتنزل ابوي في البرادات، ولكم عين تنظر، ينزل طالت عماركم يدخلن ثلاجات طول وعرضها عرض، كل يتنزل، كل من خضروات من فواكه كل يتنزل ويتم ادارته من بطرف مطابخ الخير. فقط وجب التنويه ان المليار وجبه اللي ينطبخ هذا يتوزع للمستفيدين والمستحقين داخل الدوله، اللي ينطبخ المكان اللي نحن فيه هذا
يوصل للأسر المتعففة، يوصل للجمعيات، يوصل للمدارس، دور الأيتام، الناس المستحقة أينما كانت. هذا اللي ينطبخ في المكان اللي أنا فيه في مطابخ الخير. اللي للدول اللي من غير اللي خارج الدولة يظهر بوكسات، وراويناكم البوكسات كيف طريقة تغليفها ومحتواها، وكل بوكس حكم شخص يسد وشو محتوى البوكس، مرتب ومعدل، منظف معدل، يطير بطياير وبواخر يوصل للجهات المعنية والجهات المختصة. ونحن حاليا في مطابخ الخير جايين نرميكم الفائض من الخطوات والمساهمين اللي يوصل هني عندهم مطابخ الخير طريقة التغليف والطبخ والعلم والخبر، والبنك الإمارات يقوم فيه من عمل في ترتيب وتوزيع الوجبات اللي يوميا تظهر بالآلاف بل مئات الآلاف من هالمطبخ مطابخ الخير. الله يطرح لهم البركة هم ومطابخهم. الفائض ما بالله خضار، خضار، طحين، لحوم، سموت، معجنات. هذا حين اللي تشوفون القسم هذا قسم المخبوزات، قسم المخبوزات بيكري. هذا كل يصير للوادم، كل يصير للناس المستحقة. هذا اللي يتم طهي حتى أم علي، حتى يدة علي وخالة علي، البسكوت، الكيك، كل هذا يصير للجهات المستحقة داخل الدولة. هذا اللي يشوفون ينطبخ من مخبوزات، هذا يصير للجهات اللي المستحقة داخل الدولة. اللي خارج الدولة فهمناكم شو اللي يصير لهم، بوكسات مزرة من يا عين شو تشتهي. الأقسام اللي فيها مطابخ الخير ما تروم تحصاها من كثرها. هذا القسم مال تفريم، تفريم البصل والطماط والفواكه، ويحطون ويعدلون ويزينون ويغلفونها على ما مشاخل تحرى بيوت معاريس، تحرى بيت معاريس ما شاء الله تبارك الرحمن. ها والله والحاسية الصاحي، ها تقول بيخطف على يديه ولا شيء، ما اقول عنه ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. روح 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 روح، هاي مجرطة مجرطة، عاش عاش عاش، روح ما شاء الله عليك. كل قسم بقسمه، كل قسم بقسمه. هذا كله يصب في المليار وجبة. مثل ما قلنا لكم المليار وجبة، المليار وجبة رقم كبير منها يصير داخل الدولة، واللي خارج الدولة راويناكم شو طريقة رساله. ايش اللي تشوفونها انتو، هذه كلها فرش، كلها طازة، كلها طاز من بلد المنشأ. شوف اليح وشوف البطيخ، شوف الخوخ والتين، ثامر في البساتين ما شاء الله تبارك. ايوه 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 ايوه، واغمي على الالاف من يودي حق الدبش. اي والله شوف الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن. ها كنت ساير كل معدل وكل مزين وكل مرتب. تصبيت تشوفون مريا الكام مكبره، هذا يعدون الدياي ويزينون، هذا الشكن تندوري، هذا كل التوزيعات داخل الدولة. بنك الإمارات للطعام هم اللي يستلمون الوجبات اللي تتوزع للجهات المستحقة. شوفوا هذا حين القسم، هذا للكباب وللتكة، هذا كل يجلسون 24 ساعة يشتغلون ويفرزنون ويعدلون ويطبخون. منو اللي يستلم؟ يستلمون أبو حين بنك الإمارات للطعام. قالت عمالكم قسم المعجنات، أنا حرصت أني أنا أحوط بكم على كل مكان، كل مكان احط بكم فيه. ها كل شيء بالوزن بالتعديل والرقائق الخبز. شوف ها ما تحر، ها شوف يا ربي شو بيت اسمه القرب الله، شوف الخطة ما شاء الله تبارك الرحمن. مطابخ الخير هذه مطابخ موجوده شركات كبيره من عشرات السنين، لكن تم تسميتها بمطابخ الخير ليش؟ لانها تساهم في فعل الخير، تساهم في فعل الخير من خدمات في حب الله. ها كل بنصبر بعد شوية مطابخ مطاها. شوف شوف شوف، أيوة 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 أيوة، روح روح أيوة. شفت سمبوسة؟ هذه كلها سمبوسة، هذا كل بكورة سمبوسة وبكورة ودنيا. شوفوا هذا سبن قرور، شوفوا شوفوا أشكر فنك. هذا البكورة، هذه البكورة، وهذا السمبوسة، وهذه الدنيا. ها دنيا مريودة، سمت بنواعه، ها صوالين، ها كلها بويت تخدم، وكله بيتوزع للمستحقين، للمستحقين داخل الدولة. هذا كله داخل الجدور، كل مريال بوي ما يشلونه 20 ريال. حتى المضيح، حتى المضيح الخس بنواعه، الجدور، الكريهات، ها
الصوالين 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 العب ما تلعب هذه عاد لعبك يا ابو محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل شيء كل شيء ابوي مطبخي غني يا ليل مطبخي غني يا ليل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاول يطرون جذور السركال الاول جذور السركال يقول جذر السركال هاي ها مليون جذر وجذر سوى عقب مليون جذر وجذر ها هذا كل للتوزيع هذا كل للتوزيع. المطابخ هاي قائمه من عشرات السنين لكن روحهم يسوون هذا الشيء حق منو للجهات اللي يتم توزيعها عليهم اللي هم الجهات المحتاجين او متعففين او الجهات الخيريه الجهات الخيريه يقوم كل الامارات للطعام هم اللي يقومون يستلمون. هذا شو هذا بيف بيف طاجين بيف هذا ها شوفوه هذا كل هالدنيا هذا كل ابوي يسلمون منو بنك الامارات للطعام ويوزعونه على حسب ما يرون مناسب المرسات والدخاتر والهاف الغازات والافران. يا ربي يا هي عجله يا هي عجله يا هي عجله اوه كيمه ولا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن عيني عليكم بارده شيء في الدنيا ما يخدمونه وهذا كله في فعل الخير هذا كله في فعل الخير هذا كله في فعل الخير هذا كله بويه من تبرعات هل الخير هذا كله يصب من تبرعات هل الخير وهل الناس اليود والكرم الناس هاي كلها بويه اللي تطبخ كله فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل تبرعاتكم حتى لو بالدرهم الدرهم هذا يجيب هنتين لو ثلاث من هايين ما يسدن يسدن الجدور انت شوف الجدور هاي يقول جدر بأربع حلق جدر بأربع حلق ها هذا جدور أماكن نظافة وتعدين وتزين وترتيب يعني الله يطرح لهم البركة ويعافيهم هالطبابيخ ويعافي هالعمال وهاللي يشتغلون شوفوا 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 كيف من وين مرجول الجدور شو تمريج الجدور من وين ها تمريج الجدور هذا الجدور من هناك يصب فيه مياه وهذا اللي يصب الزيت حق على التاوات ما يحتكن تا ولا مكانها رابضة على مكين ما في الحاضر مدري ما شاء الله عليك يا ابو محمد ما شاء الله عليك وين صليت نص هالمطابخ مطابخ الخير لو بتحوط داخل بين اروقتها ساعتين ثلاث ما بتروم تقصى اولي المكان من اخره ما بتروم تقصى طالت عماركم خلاص وقت التغليف هذا ابوي يجهز البرياني العيش ويغرف ويعدل ويزين وحد يحلي وحد يقرطس وحد يعدل حد يحط الشوربة حد يحط السح حد يغرف حد يحط معلي وحد يحط خالة علي وهاي الصندوق بعد الانتهاء هذا خلاص هذا المنظر النهائي هذا معلي والشوربة والسح والبرياني open one of these please هاي وجبة البرياني هاي وجبة البرياني بدي. شوف تخيل انت اني الحين انا المكان اللي انا فيه اتمنى من الله ان لو حد منكم بس يتخيل اللي انا شفته انا شفت امم مشاركه من طبابيخ وعمال ومساعدين واداريين يشتغلون مثل خليه النحل يا سعيد حظه اللي تبرع ويا ربي حظه اللي ما تبرع ويا تعاسه حظه اللي في هالايام المبروكه اللي ما بيقعد على هالرابط وبيتبرع لو حتى بدرهم لو حتى بدرهم يسد رمق ميور عائله يسد رمق ميور شخص درهم يشبع ترى زبيبة ما تغني غير الطيب الخاطر زبيبة ما تشبع غير الطيب الخاطر في كثير من المقولات ينضرب الوصف حتى بشق التمرة وانتوا عاد على هواكم رابطوا هذا وهذا بوي في رقابكم لين يوم يبعدوا الحين تم تعبئة وتغلفة الوجبات الوجبة وجبتها هاي كل صندوق منهن لشخص معين شمس وين يصير وين يروبه هذا للأسر وفي منها جزء يصير لسكنات العمال سيف بعض الجزء منها يتحول لبنك الإمارات الطعام ومن هناك الدورة نقوم نوزعها للفئات المستفيدة في الدولة أنتوا وايدين كمجموعة بنك الإمارات للطعام هي فريق كبير بس اللي مواجهة هذه شخصية الله يواليكم العافية والإمارات الأخرى بعد مواجهة جزاكم الله خير والله ياجركم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكل من ساهم
في مبادرة المليار وجبة. هذه وجبة الدولة خدمتها بكم؟ لأن هذا مطبخ سوى مساعدة، طبابيخ ساعدوا، زيد عبيد ساعدوا، فلذلك توقف الوجبة بدرهم وساعات أقل عن درهم. ليش؟ لأن الشركات كلها متعاونة، هذه شركات متعاونة بعضها مع بعض، الجماعة هاي وياهم، هذا كله درهم درهم. وجبة وجبة، بغيت تتبرع وجبة ولا بمية وجبة ولا بألف وجبة، أنت كريم، ومن كريم إلى مستحج، من كريم إلى إنسان مستحق عائلة فيها 5 تنفار 10 تنفار 10 كرسات يصير من هاي. أنت ما بينقص شيء من ملك الله، ما بينقص شيء من ملك الله عندك. الحين الدنيا خير والناس ما عليها قاصر، الناس طلعت معاشاتها وهذا الرابط، وتبقوا تبرعوا درهم درهمين 10,000 أنت وراحتك. شكرا. عدنا إلى قواعدنا سلامين سالمين. سلام عليكم يا بيتنا، سلام عليكم يا بيتنا، سلام عليكم يا بيتنا. جني ظاهر من سنة حشي أبوكم. سلام عليكم، كيف الحال؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا الفقاع قاعنا نحن هنمونا، قيمات غير والفقاع غير ولقمة الغاضي غير. هذا هو الفقاع اللي نحن عارفه، اللي وادي متعرفه. هذا الساقة وهذه السمبوسة وهذه الشوربة هي لبيس. وين باكورة؟ يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خير الخالقين. هذه عينة الباكورة، هنشوفوها. Thank you. هذا اللون اللي انت تحبه. أم الحناية، السلام عليكم. السلام. How are you? Fine, thank you. Long time I didn't see you. Ah. You just came from Dubai just now. Sam. Hey. How's everything? Everything is okay. Your family, بخير. My family all okay, Sam. الحمد لله. الحمد لله. Thank you. أم الحناية. بموت على الزراعة. بموت على الزراعة. كم ربكم خلقكم شفتوا آدمي يعشق الزراعة هالنمونة. بموت عليها. سبحانك يا رب. لا إله إلا الله، هي والله أعشقها وأحب الزراعة بطريقة ما تتخيلونها. لول هو هواي ما فارقت الزراعة حتى دقيقة، تلقطوني 24 ساعة رابطة، حتى حياة أبوي الأول يعشق الزراعة، يعشقها عشق. والأول بيتنا في البطين يمكن بقولكم حول 50-40 لومية، فيه كل لومي، أغلب الزراعة في بيتنا الأول في البطين كل لومي، لومي وشخاخ، شخاخ من الأولية، الشخاخ اللي هو اللي يبون من الحسن الكبار، لومي الوحدة معوب الموصلي، والموصلي هذا الموصلي. ها شوف كيف يستوي، ها هذا حجمه، هذا فرق بينه وبين، شوف يدي مصغرونها عدالة، ها فرق بينه وبين الترني والمركبي والموصلي واللومي العماني، والحامض حلو والدنيا كله وايد فرق بينهن ما بين بعض. فلذلك حياة أبوي الأول هنا ريال اسمه سعيد، يوم بيظهر من الدواء خطف تغدينا ضربة في البيت عندي، يقول خاطري يا خالد أخذ شيء من اللومي اللي عندكم من الشخاخ اللي في بيتكم، لكن أتروع أبوك يكون حاسبنه. قلت لا إله إلا الله، حياة أبوي ما بلي حد. قال نعم، 24 ساعة تحت اللومي يتربط، يتربط تحت اللومي، لازم انه بيحسبه ويعرف كان شيء نقص ولا ما نقص. هي والله شفتوا شان بي حاسبنهن كم حبة زيتون في الزيتونة. يوم البح قصيت انا وحدي ياني طاير حد ابوي قص الزيتونة زاق. يقول حياة أبوي زارع البيت اللي في البطين اغلب الاماكن مزروع فيها لومي وشخاخ. شخاخ نحن يسمون شخاخ، اسمه باللهجة الإماراتية أو اللهجة المحلية يقال عن اسم الشخاخ. الناس اللي من غير ما أدري شو يسمونه،
أنا ما أدري، لكن حد يسميه في كل منطقة له مسمى، وأصله أصلا من العين ومن البريمي ومن من 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 ضنج، من ضنج ومن عبري، العين وضنج وعبري والبريمي، وأصل الحقيقي الحقيقي من الحسا، من مناطق الحسا في السعودية، منطقة الحسا يوجد أبوي عندهم هذا بكثرة، وأصلا من هناك يعني، لكن ما يمنع أن هذا منتشر في الدول الجوار. شو تزرعة الفيفاي وين الدورة حين؟ وين زرع الفيفاي؟ المكان هذا كامل كل فيفاي، هذا المكان كله كامل كل شخاخ، مقورنا من بيت العين، مقور بيت العين صاف فنه كبر غدا، لكن يتي هد يتي هد ويا طهف سفه عن بكرة أبي جلع كامل، هو طهف ولا يتي علم عند الله عاده، لكن أكثر شيء وحب ما يروم يظلم عمره، هو ياهاك اليوم جلع الشير كله حتى البيت. شفتوا هالشيت الأبيض هذا؟ هذا كل ما كان يبين، هذا كل كان هنبة، كل هنبة هذه ها شو حجمهن على كبر هذه، ولو أكبر بعد ما كان مغطنها شيت، كان مغطنها كلها هنبة، ويا قبل 3 سنين لو 4 ضهف وجلع الشير كامل عن بكرة أبي مات، تم بيتنا فيه بس اللي تحت العيال اللي هن هايل اللي تشوفونهن ها كلهن كانن صغار تحت، أنا مخلنهن سبير كأن قلبي حاس لا إله إلا الله، وجلعنا وعقينا الكبار وتم هالصغار، وانت شي يوم الله كاتب فيه البركة الله خلاه وكبر حليل شيل فيه فاي بيج الغالي لا تستعينين بيج بيج برسم الخدمة ما حد بياخذ ما بتصيرين عني بعيد. هي والله تنسيت شو بقول يوم شفت عين عليك بعد ما زينها فاق حين بين الشير والسب الشو والسب طالت عماركم، ان اليوم ما صرت ترى امشيت من دبي مرة لا اشفع ولا انفع، وسيد طالت عماركم ضحت ورقت واخذها ختلتم وحده لين الحين توني ناش، هو يتبدا اذان العصر يدا عقب الصلاه حطيت توني ناش شحي مالي حتى 10 دقائق احب اتمسح بدي لسان تريا وما يدا بنفطر وبنصور شوي ويا شقيقي الاصغر صلاح، وعقب ابوي بسير يا سمول يا سمول عندنا حدث جميل يكاد يكون عالمي ما بلا محلي عالمي ان شاء الله في ياسمول، ونصب لكم الحدث وعلومه واخباره ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين. اليوم الساعه 10 موعدنا في ياسمول ان شاء الله، الساعه 10 اليوم موعدنا في ياسمول، حدث عالمي جميل فنان بيوز لكم كلكم ان شاء الله. هكلها كان شخاخ، كل حبه شخاخ 2 و3 كيلو حجمها، حجم كبار على كبر الليح يغدي، واصلا من الحسا الله اكبر وعظم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الله تقبل الله طاعتكم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، صباح الخير مساء الخير صباح الخير خيبة الحمد لله راضي علي الآلهة الزمان شيء مبايح وشيء إيلس إيلس شو تريد الحين انت كلك صحة وتقهوة عين من الله خير قول لا لا المول المول بنصير نحن بنصير ياس مول بنشيل الكرسي ويانا انا بكلم بدريين انا احب اكلمها بنصير ياس مول حبيبي ما تبي تصير وياي ياس مول تصير ياس مول بنشرى شيء ولا شياته زين يلا ان شاء الله الحين بيصلي هو لا ما دايما يلعب ما بيقول كذاب ادري بكذوب انا ادري انه كذوب كذوب من الله خلقه شرف انا اصلي يقول يصلي هو ما يصير يصلي كذاب كل يتكلم ويا اللي ما شيء لعبه دريال دريال عيب عليك عيب عيب زين الحين شوف لما تصلي بنصير نحن ياسمول بنصير كوفي بناخذ شوكليت و بنشتري شي حق صلاح هدية زين صلاح صلاح بنقصر حق بدرية بنقولها ترى اليوم صلاح ما بين زين شو رأيك أنا كلام ولا أنت بتكلم سمعتيها بدرية ترى صلاح اليوم ما بين بيصير ويانا عندنا بشغل في ياسمون بنخل بنشتغلنا في ياسمون الساعة 10 من ياسمون بيصير سيد الفلاح وما بيوحي لي يرد ما عليه عزيز يا ولد ما ولد عزيز الكذب الكذب
شو؟ سكندورك نظيف حق حق المول؟ يا زين خلاص. لا تروح لا مني ولا مني. بس يلا توكل على لا تأخر. صلى الله عليه. صلى تعال. كم من يوم على هالمنوال يبون المدخن يمزرون لين عين ضو. فعسبتي الحين المدخن يتوهي فلذلك المدخن يوم يشوفونه حار وايد حطوا العود اللوادم في الماء. في الغسول حطوا العود في الغسول تازمت الطابخ عاد على راحتها وتتعارك بالدوب بالدوب شوي 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 وهي تفوتخ وهي تفوتخ وهي تفوتخ ليش؟ لأن الضوء حامي الضوء وايد حامي وهذا علاج يوم الضوء حامي والمدخن والمدخن حار يتوهي هالنمونة خرسوا العودة عقوها في الغسول مدة دقيقتين ثلاث وبس على هالمنوال تقدي ريحة المكان تهفهس وتفوتخ ريح طيبة ويتحارق على على دوبة ما مال هوي هوي تشلو يلا وقف عاد وقف 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 رفع صدر فوق خل ما لا تحاتي لا تحاتي قول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قول بسم الله والحمد لله بس أنا بجنين أنت ما تقرأ قول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا الله أكبر لا أنت ارفع راسك فوق ارفع تمر رافع راسك تعمل بين شب المكان خلك 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 على ما أنت عليه بعد الله قول بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله عليك الرحمن الرحيم خلاص بتسوي بعد دوك بعد الله 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 شوف ما في النار بارد لا إله إلا الله ما حد ما يعرف ها يلا الأول عاد من الغلبة الأول من الغلبة يوم يخوزون الوادم شلوا العود خيبة عقوها داخل طاسة الغسول أول عادة يوم الدنيا يوم الدنيا دنيا يوم الدنيا أبوي كل شيء بالغلا الحين الحمد لله ما حد عليه قاصر يلا 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 ترقت يدي يوم حبي يردي مرة ثانية شلوا أبوي من هذه ها شلوها مرة ثانية طلبوا الضوء ودخنوا بها مرة ثانية هي الأول عاد ما تشوف مقلل هست الحمد لله حين الناس أبوي الخير عندها فضيل من الجمل اللي اندثرت من الجمل اللي اندثرت والكلام اللي الناس حين ما تمت ما تسمعه الأول يوم حد يجيك وعليه المعتبر أظهر العود جديدة قالوا هاي عود جديدة دخل حطوا في المدخن عود جديدة لكن فلان جاي فلان ما عليه لا تحطوا الهم الحراقة أظهروا الحراقة إلا فلانة كل شيء يوزلها ما تعرف الحراقة الهناسة والعود الطيب الجديد الهناسة كذلك الدلة يوم زاهبة لها لمنية لكن يوم بي ريال ولا حرمة عليها المعتمد ممنوع وعيب ومنقود تنعطى من الدلة اللي موجودة من زاهب لا لقمة من يده جديد لجل الآدمي اللي يبين كان رجل أو امرأة يلجمونه يلجمون له دلة جديدة هاي الساعة مسواية بسمه حتى لو الآدمي هذا يأ ولقموا له دلة جديدة وخذ منها فنيال الأولي والثاني والثالث ويعقبه ريال في خير ولا يتحرمه فيها خير في الميلس هذا كان ميلس نساء ولا ميلس رجالي لقموا بعد دلة ثانية وكل من يحد يلقموا له دلة على اسمه ليش؟ لأن هذا
له صيت وله سمعة. لذلك الأول قطمت لك هوا اليونية ما تكمل أسبوعين ثلاثة اللي وقفت في بيوت العرب. الحين اليونية تكمل شهر وشهرين ما توجف القهاوي عنهم. ليش ما توجف القهوة؟ لأنها دل وحدة دل. حين هذه كل بيت يلجمون دل ودلتين في اليوم. بيت هذا طول طول عرض عرض دل ودلتين وثلاث بالكثير. الأول على كل طالع الشمس خمس وست وعشر دلال يلجمون. ليش يلجمون العشر دلال؟ ما يعبرن ولا يوجفن. الضيف اللي بيجي هذا غالي فلذلك ما يعطونه من الزاهب. كل من يحد يديد لقموا له قهوة جديدة. دلالة شانه ودلالة قدرة ودلالة كرم راعية البيت أو كرم راعي البيت. إن ما يعطون الضيف من شيء الزاهب إلى جمول من يد ويديد. لو حتى توهم لقمة وهو يمن عقب أبدا. هذا منقود عند العرب. اللي أنا أكلمكم عن الناس الفنانين الناس اللي بروتوكول ووقار الضيف عندهم القدر والإنسان الحشيم لقدر. أنا ما أكلمكم عن هاللي العشرة منهم ما يمزرون محارة. أنا أتكلم عن الناس اللي فيها خير. الناس اللي الحرمة من هي صلى على داي ثوبها والريال يفتش محابيس وفتش ويدي الدين واندخل ولأن العالم كلها تفرح بشوفه. أنا أكلمكم عن الفصيل منه ما أكلمكم عن العاديين. هراني صح صلاح؟ صح صلاح صح. شماطري تحيدونه كلكم تعرفون معها في الدنيا العودة ما يعرفه. شمطري خلاص على طالة عماركم هذه يقولك تلايا ولا يبات. لكم اليديد نحن ما فينا نكثر الرمسة ونزيدها. كل شيء يبوي يعتدل بقل الرمسة. كثرة الرمسة اللي ما تودي ولا تيب وكثرة المديح وكثرة القال والقيل والكلام اللي من شرق ومن غرب ومن حاروت وماروت. نحن هذا كله بنخليه على يم. نحن بنقولكم عن الجديد اللي هو حبه شديد. عن الجديد اللي حبه شو شديد. وخذوا الجديد هذا طلعت عماركم اول بادي شمطري عوشه. وهذا روح الشمطري الاولي فوعه الشمطري تعرفونه شمطري عوشه لان فيه من خامر الريح فيه من نوع المخمريه المعتقه القديمه المخمرية الأولية. فلذلك أنا سميته شمطري عوشة. أنا أحب الأسماء إلى قلبي اسم عوشة لأن اسم والدتي وهذا العطر أنا مسمنه على حياة الوالدة أمي. فلذلك سميته شمطري عوشة لأن حياة أمي من عشاق ريحة المخمرية ومخمرية حياة الوالدة من المخمريات اللي نضربها الوصول. فهذا فيه من ريحة الشمطري اللي فيه مخمرية حياة عوشة بن سعيد بن أحمد بن خلف بن خديل البيسي رحمة الله عليها يا مال الفردوس الأعلى. فلذلك شمطري عوشة يختلف عن الشمطري الأولي من حيث التعبئة والتغليف والطريقة. حتى المضرب يختلف عن الأول. حتى المضرب يختلف عن الأول. فيه من روح الورد وفيه من الورد الطائفي. روح الشمطري هذا الثاني فيه من الورد الاسطنبولي. الورد الاسطنبولي الحين هذا اللي هو روح الشمطري هذا فيه من الورد الاسطنبولي. هذا يقدر يستعمله رجالي ونسائي. وريحته خنينة وما يطيب ولا يزين أكثر ما يكون إلا ويا شو ويا طالة عماركم العودة. وإن بقيت تروح بهن بذنين التن ترى هذا حط ابوي فوق الزين زين بيازم ابوي قز حلوة وقز ابوي خمير قز خمير وقز حلوة. وهذا المدخن تدخن وانت من تخطف وما حد وزع لك ابتسامات مردودات البيزات. الجيمت مردودة اللي بيروحها وما بيبتسم في وجهك لك رهن يمين مرتجعة. في حال اللي يروحك وما تبسم روحك وما بادر بنظرة فنانة روحت وما قال لك اقرب وتفضل ها وقفت ما قلتوا لي اقرب سلمت ما ردوا سلامي وقفت ما قلتوا لي اقرب. ليش؟ لانك ابوي ما بحاط لا من شمطري عوشه ولا من روح الشمطري. كيف يجربون بك العرب؟ العرب فمثل ما قلنا لكم سلمت ما ردوا سلامي وقفت ما قلتوا لي اقرب ما حد قال لك ابوي لا بحاط شمطري عوشه
ولا بحاط ابوي روح الشماطري مو بيرحب بك. ترحيب ابوي يبقى ليظهر شيء من غزر مال كانك قابض سبائك من ذهب. عون ولون، هذا المضرب يقول لك عون ولون، شرط اللي شال لنا عون ولون، وانا اشهد انك عون ولون يا ابو محمد، وما يظهر من كل العون واللون. وهذا ابوي موجود، واللي بيطلب الايام الطيبه العيد جايينكم، واللي بيطلب هذا شيء فنان وفوق عن الفنان. شمطري عوشه وروح الشمطري جميع انحاء العالم في الكره الارضيه بكبرها، ان كنت في هون ولولو ولا في زنجبار، في قيس ولا صلاله، يوصلك وين ما تكون، وسعره يوالم كل الطبقات. سعره زين، ما برخيص وايد، لكن بعد ما بغالي. هاي الحج اللي علي هنا سويته من العام وهاي السنه، وانا جالس ارتب واجهز والحمد لله من العام الاول. نعم يعني بكمل حواجيني بالسنتين الحين، ونحن نشتغل على التجميع والثبات والشيء الزين. اللي ما يداني العطر العربي لا ياخذه، لا ياخذه، لان هذا 70% منه عطرنا العربي، في خامر الريح عطوراتنا نحن، العطورات الاماراتيه، واللي ما تجوز العطورات الاماراتيه يعيب هذه شرات الاشار وشرات اللومي وشرات العطبه، هذا ما موجود. هذا ابوي عطر فنان رقم واحد، ثبات دائم، واللي بيطلب ايام مفترجه ايام عيد، والناس اللي بتعطي تعطي الشيء الزين عليك بالزين لو غليت منه. اسميك انت يا اسميك يا ياسمون، يوم يقولون جلعه يعني جلعه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، تحفه معماريه ما شاء الله. ها صلاح شو حبيبي؟ ممنوع تصور، يقول لك لا تصور. انت صرا وقف سياره، وقف الحين. صلاح انت ليش كل زعلان؟ وما تعب خير، هذا خير، نحن جايين نتمشى. زعلان بترد الفلاح تبع؟ لا لا لا، بدنا نسوي كوفي. يلا تعال. هذا ريال جاي يسلم عليك. حبيبي تعرف الصلاح هذا منو؟ كيف ما تعرف؟ تعرفه؟ يعرفك. سلمت عليه؟ فعاليات جميلة في ياسمول، وعالم ما شاء الله، وساير وياي وحياة. المول يعد بالنشاط والناس والساير والياي، حركة تبارك الرحمن. صلاح بتهيلس وياه؟ ايه هي. فعاليات الهلال الأحمر في كل مكان وين ما تكون، تكون فعاليات مميزة. واليوم فعالية الهلال الأحمر همهم الرئيسي اليوم زرع حب التآخي والتعليم عيالنا طريقة مساعدة الآخرين بأي طريقة من الطرق. لازم عيالنا يكون عندهم حب الرحمة وحب التآخي وحب الصداقة وحب التعارف وحب مساعدة الآخرين. هذا القرص يجب يغرس في عيالنا من سن الطفولة. فلذلك تلقطهم ما شاء الله الهلال الأحمر سباقين في أنهم يعلمون العيال طريقة كيف يتعاملون مع الناس، وكيف يكونون بطريقة إيجابية ومتعاونين مع العرب ومتساهلين وياهم. فأي الولي الأمر مع أبوه مع ولده ولا شيء، البوثات هاي باثنين التن مع هاي المتطوعين ما شاء الله، ها كلهم موجودين لخدمة المجتمع، تعليم عيالنا طريقة وكيفية المساعدة، كيف أنه يتبرع الياهل، كيف يزرعون فيه حب التبرع وطريقة التبرع. والتبرع هذا وين يصير؟ هبلة تبرع والتبرع هذا وين يصير؟ هذا حين هاي حال علموهم كيف يتبرعون. مثلا يدخل الياهل يعلمونه، يعلمه. السلام عليكم، كيف الحال بنات؟ حد ياكم اللي حال؟ وين؟ ما شاء الله. السلام عليكم، حليلهم. تبرعتوا؟ كم تبرعتي؟ انت بكم؟ خمس. انا شفتك حطيت خمس، انت كم حطيتي؟ الحين لبسوهم وراووهم ايش قال طريقه التبرع. الحين البيزات اللي دفعتوهن
شو اشتريتوا فيهن؟ اغراض صح؟ الحين بتشلون من هالاشياء وبيتودون هذا الحين. انتوا باشروا عملكم، ما كاني انا موجود. يلا يلا يراونهم كيف يدفعون مبلغ ايا كان المبلغ ويشلون اي شيء. الحين هاي على اساس شلوا لمساعدة اسرة، مساعدة اسرة مش بالطعام، بالمواد غاثة، صحون، ماي، اي شيء. هاي الاسرة الحين هي المحتاجة، حاطينهم على اساس مثل يعني مني كان انها اسرة محتاجة فقيرة، فيجيبوا لهم وعيان يعني يعني فلوسهم ليش تروا فيهن؟ يراون وين سارت الفلوس. قبل شلوا مواد تموينية، الحين شلوا بطاطين وشلوا الأشياء بيودون الثياب والبطانية. هذه علمونهم يزرعون فيهم في الأطفال طريقة المساعدة وكيفية الوقوف على طريقة تقديم المساعدة، ما بالله يساعدون وتبرعوا، لا يفهمون اليهال مساعداتهم هذه وين سارت. الحين هالعائلة هاي محتاجين شو؟ يبون الحاف، ترى ما عندهم الحاف، راح بيصيرون يبون لهم الحاف. فهذا حب هذا ترى هلهم خاري، هلهم خاري. هاي الحليم امهاتهم موجودات، علمونها. هاي اللي بيعلم عياله يعلمونهم على الشيء الصح. فهذه من الاشياء اللي تنفع المجتمع وتخلي تزرع في العيال. شو الحين استانسوا هاي المساكين، قالوا لكم شكرا مشكورين وما قصرتوا. شو اسمك انت؟ ما الله مازين عمر، ما شاء الله عليك فنان انت عمر رقم واحد، الله يحفظك. يلا شكرا، مع السلامه بنات. شكرا عماري، طريقه جميله وطريقه فنانه، اسلوب راقي. كيف طريقه تعليم الاطفال حب المساعده والمشاركه والتبرع؟ ما بقول لك تبرع، يراونهم التبرع وين يصير وين يوصل ولمنوه. ما تجلسون عيال، تجلسين عيالك على الايباد 24 ساعه، ايش لقت عيونهم؟ تجيبينهم وبتعلمينهم حب التآخر، حب المساعده وغرس فعل الخير في المجتمعات داخل الدوله وخارجها بهالطريقه. شو اطفال، هذا عمره اظني 3 سنين وهذا 2 سنين كمه ما شاء الله. وهناك بعد اطفال بعد من غير، يعلمونهم طريقه الرسم، وهذا بعد عائله من غير بعد تعلم عيالها طريقه الرسم. وهالاجهزه بعد شوي بنشرح لكم اياهن وطريقه التعامل معاها. الهلال الاحمر من اوائل الهيئات الاغاثيه اللي دخلت هذا الجهاز، الجهاز اللي هو فريد من نوعه، واول من دخل هالجهاز على مستوى العالم هو الهلال الاحمر الإماراتي. وكل يوم إبداعات من الهلال الأحمر في حب الخير وطريقة مساعدة الناس، ويعلمون بذرة الخير يزرعونها في الأطفال بهالطريقة. هذه هنود وعمر، عمر أبوي غلب هنود ولون وعدل. عمر أشوف وين سفرته هذا؟ الله، لبست كبوس حمر ولا قطرة؟ هذه قطرة حمراء ما شاء الله، وجالس يصباغ قبة المسيد. هند شو سويتي؟ الله، سويتي جاردن ما شاء الله عليك. البنات هلشوا كلهم متطوعين، كلهم هالبنات البنيات هاي كلهم متطوعات في خدمة الهلال الأحمر. هذه هاي يوم أقول لك روحك مكسورة يديك ما تشوفين شر. بارك الله فيك حبيبتي، هذه الساحة الرئيسية في ياسمون، الساحة الرئيسية ساحة الكافيهات والأماكن الفنان مثل ما تشوفون من مدخلها الرئيسي. من توصلها بتلقى طبوية الفعالية، هذه موجودة في النص. هذا كشكين أو بوثات اثنين، هذا واحد للمشترى وهذا واحد للإغاثة. فيها مسوين مثل طريقة تعليم العيال كيف يبتدون، يجي الولد ويتبرع ومن ثم يفهمونه شو يشتري شو يسوي. إن شاء الله يا الله يحفظها، تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. الهلال الأحمر أو في هالموقع
بالذات يفضلون انه مش يفضلون في حال الانسان المتبرع ما يبي يتم في السيد او قدامه ناس ولا قدامه هذا موجود جهاز جديد، هذا مثل ما رمستكم قبل شويه ثلاث اجهزه موجودات سهل للغايه طريقه التبرع في الابل باي عندك هذا اضغط طريقه تبرع بغيت ايتام صدقات حالات انسانيه شو تبى 40 درهم ادفع الان تم الدفع اقل عن ثاني لا توقف في السيد ولا تتريى ولا شياته هاي الساعه في حال بغيت ايصال على الدفع تحط رقم تليفونك وعلى طول يوصلك مسج في نفس اللحظة أنك أنت تبرعت بأربعين درهم للجهة الفلانية المكان الفلاني الساعة الفلانية الوقت الفلاني أو حتى من كاميرا تليفونك ها تقدر ها على طول في نفس اللحظة في نفس اللحظة ما شيء ما شيء غمض برج يعني هاي خدمات متعوب عليها طريقة التبرع وطريقة درس الخير وطريقة فعل الخير كيف تدخل أنت محبة عيال تخليهم يحبون العرب كيف يغدون العيال يغدون مخالطين في المجتمع ما يغدي الواحد منهم روحه منتفخ ولا عنده عازل عمر عن المجتمع يعني عازل عمر عن المجتمع هذا روحه عوق هاي مصيبة كبيرة عمر شو عطوك هذا حقك انت شفت عمر هند بعد ما شاء الله ساعدت وعطت هذا أي واحد يساعد الناس الفقراء يعطونا هذه ها شكرا متطوعنا الصغير الحين أنت متطوعنا الصغير عطوك هاي شكرا وحدة سلامي وحدة هنودة وحدة عمور عمر باشا على ما قالوا المصريين وهاي بعد بني يعلمونها طريقة الرسم وبهالطريقة اللي تبرع هذا اللي يلعبوا يا صغاري فعالية جميلة والناس كلها تي بدال ما تيلسين عيالك بتفيزرين على الآيباد يبيهم أن يزرعي فيهم حب المساعد حب فعل الخير هذه رهف وهذه هيا يعرفون أسامي الشخصيات اللي يرسمونهن؟ هذا اسمه هلال هي. عرفتي؟ تعرفين ليش اسمه هلال؟ لأنه يشتغل في الهلال الأحمر ويساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين صح؟ ما شاء الله عليك على الله يحفظك بعد قسم نفس الشيء الشباب اللي يجون سبحان الله يتبرعون بالكوبونات كفارة ايتام كفارة صدقات يعني كل شيء موجود محمد كيف حالك؟ الحمد لله بخير كيف انت؟ محمد انا سمعت عنك اخبار وايد جميله انك انت ما شاء الله يعني دومك تشارك وياهم من المتطوعين بديت بيهم من بدايه 2019 ايه وشاركت بيهم كل فعاليات يقولون بعد حتى في رمضان نشارك في كسر الصيام ماسك كسر الصيام وحاليا ماسك في الفعاليه زين مو عن المتطوعين الله يبارك فيك شو تحس انت تبي يعني شيء يعني فخر تتعلم منه وايد اشياء يرحم والديهم اللي ربوه خليك ان شاء الله عيالنا وبناتنا كلهم متواجدين لخدمه مجتمعنا الراقي مجتمعنا اللي دومه يحب المساعده والمساهمه في فعل الخير بناتنا الله يبارك فيهم ودرن اليلسة في البيوت ويلسة هاليتهم وين يتفيزرن في الاماكن اللي تابع الهلال الاحمر لخدمه الأشياء التطوعية لجل الأجر وعلى الله يطرح فيهم البركة ويبارك فيهم ويخليهم موقع جميل فعالية فنانة يعني أنصح الكل منكم الجميع يعلم عياله طريقة حب وزرع الحب والمساعدة وحب الآخرين وحب وغرس بذرة حب فعل الخير والطريقة وإقناع العيال بحب المساعدة والمساهمة في رفع معاناة الكثير من الناس داخل الدولة
وخارجها. حد دق لي تليفون؟ لا لا ما ادري. اكيد؟ الحين وين بسير انت؟ بيت. فلاح لو بسير بن اياس؟ فلاح. زين. ماشي مسكين، يلا جيب الكرسي. شرب شو شربت انت؟ كوفي؟ بس. زين. بس بكيس هذا زهوان. انت تبغي كوفي ولا تركش؟ شو تبغى؟ بكيس هذا زهوان. ما بزينه؟ نجيب شيء غير؟ لا ولا بسير؟ ان شاء الله حبيبي. شوي 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 اصبر. المهم اليوم لا شيء يصير لا ميله لا شرق ولا غرب. هاي في زيرتي ابوي في ياسمول، ياسمول ابوي ما يتودر، مكان فنان وزين. وتلاقينا طالت ويا عمارك ويا شيف مريم المنصوري، وكانت صدفه جميله. وهذا رايلها بارك الله فيه، وعزموني في لدوري. أهلين حين ما طلبوا لي ولا شيء، روحي سرت وطلبت قرشة ماء، هي اللي عزمتني ويا الريل، ولين حين أبوي لا هي ولا ريلها، لا حد طلب لنا شيء، ما كنا بقايين صايمين. لك هوا أبوي قبل ماني طالبينها وحكيم ثلجة. الله أكبر. لا إله إلا الله، فريجنا صوخ واحد، هدوء بطريقة ما تتخيلونها. ساعات أودر الفريج والسب الشو الهدوء اللي فيه. هدوء بطريقة ما تتخيلونها. والله يا ابوكم صخت وحدة. أنا ما داني الصوخ الوايل ولا داني الهدوء زيادة على اللزوم. الهدوء وقت الرقاد، لكن أني أنا بجلس بمكان صخت وحدة، لا حس ولا نس ولا أحد يمشي ولا حتى لا إله إلا الله. ها قير لقطة مركزات، ها هك والله ولا يتروعن. تحرون يتروعن الله ولا ها ها والله ولا يتروعن. حتى قطاونا ما يتروعن. خطف عدالهن آدمي ولا سيارة ولا شيء، والله خبر خير. ما كأنه خاطف آدمي قدامهم له سيارة ولا يتروعن. بيقول بيتدعمنا هالسيارة ولا شياته. هي والله والله سخت وحده.